أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو لن تصدق كيف أصبح شكل الفنان السوري وائل زيدان بعد إنقاص وزنه. وشاهد زوجته وابنه وتعرف على أشقائه ومحطات في حياته وما لا تعرفون عنه. وائل زيدان هو فنان ومنتج سوري شهير، وهو شقيق الفنان القدير أيمن زيدان والفنان شادي زيدان. وبدأ مشواره الفني عام 99 من خلال مسلسلي جواد الليل وبطل من هذا الزمان. وبداية الفنان وائل زيدان كانت من خلال أدوار صغيرة، ثم استطاع أن يكرس نفسه كممثل كوميدي من العيار الثقيل. وكانت البداية مع تجسيده لشخصية مسعود في مسلسل ألو جميل ألو هناء عام 2001، ثم توالت من بعد ذلك أعماله الكوميدية. والفنان وائل زيدان عمل كمدير للإنتاج في عدد من المسلسلات، نذكر منها القعقاع بن عمرو التميمي عام 2010، وزمن البرغوت عام 2012، والعراب تحت الحزام عام 2016. وائل غالب شكري الزيداني الشهير بوائل زيدان ولد في 9 مارس عام 71 في مدينة صغيرة تسمى رحيبة، وتقع على بعد 50 كيلومتر شمال شرق دمشق، وعمره في عام 2020 49 عام. ونشأ في أسرة محافظة متوسطة الحال، والده كان يعمل شرطيا، وجده شكري الزيداني كان مختارا لبلدة الرحيبة. والفنان وائل زيدان هو الشقيق الأصغر للفنان القدير أيمن زيدان، وعاش في أسرة مكونة من أم وأب وخمس شباب وثلاث بنات، ويعيشون جميعا في بيت متواضع. ثم انتقلت الأسرة إلى ريف دمشق بسبب عمل والده. وللفنان وائل زيدان شقيق توأم يدعى مهند، بالإضافة إلى الفنان شادي زيدان، وشقيق خارج الوسط الفني يدعى إياد. والفنان وائل زيدان متزوج من السيدة شيرين عبد الله منذ العام 2001، ولديه 3 أبناءهم سارة وغالب وورد. وفي فبراير الماضي أجرى الفنان وائل زيدان عملية تحويل مسار المعدة بغرض خسارة الوزن، وتكللت بالنجاح. ويعتقد كثر أن الفنان أيمن زيدان وراء الدفع بشقيقيه في الوسط الفني، وهذا غير صحيح، فقد صرح الفنان وائل زيدان أن احتراف التمثيل كان رغبة شخصية منه. وأراد له شقيقه الفنان أيمن زيدان أن يصعد السلم الفني خطوة خطوة، فساعده في البداية من خلال ترشيحه لأدوار صغيرة، ثم تكفلت موهبته بالانطلاق فيما بعد. والبداية الفنية للفنان وائل زيدان كانت عام 99 عندما شارك بدور صغير في مسلسل جواد الليل، ثم مسلسل بطل من هذا الزمان، وفي العام التالي شارك في مسلسل ليلى المسافرين ومسلسل قصص الغموض. وشارك الفنان وائل زيدان في عشرات المسلسلات السورية التي تنوعت ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وأعمال البيئة الشامية، وشارك في مسلسلات ألو جميل ألو هناء وحنين وزمان الصمت وأنشودة المطر، ومسلسلات طيور الشوك عام 2004 والوزير وسعادة حرم عام 2006 ورجل الانقلابات عام 2007 وقلب أبيض عام 2008 وقاع المدينة عام 2009 وأسعد الوراق عام 2010، ومسلسلات رجال العز وأيام الدراسة والولادة من الخاصرة عام 2011، وبنات العيلة وزمن البرغوت وأيام الدراسة الجزء الثاني عام 2012، وزمن البرغوت الجزء الثاني عام 2013، وغدا نلتقي وعناية مشددة والعراب نادي الشرق عام 2015، ومسلسلات الطواريد والعراب وتحت الحزام عام 2016، وطوق البنات عام 2017، والواقواق عام 2018،
ومسافة أمان وبقعد الجزء الرابع عشر عام 2019. ومسلسلات بروكار والجوكر وأحلى الأيام عام 2020، ويستعد للمشاركة في مسلسل بيئة شامية جديد يحمل اسم ولا سلطان، من المتوقع أن يعرض رمضان عام 2021. وشارك الفنان وائل زيدان في عدد من الأفلام السينمائية، ونذكر منها فيلم صورة عام 2002، وفيلم سوريون عام 2016، وفيلم طريق النحل عام 2017، وفيلم رحلة يوسف عام 2020. وللفنان وائل زيدان خبرة طويلة في مجال الإنتاج، حيث كان مديرا لعمليات الإنتاج في عدد من المسلسلات، ونذكر منها مسلسل ألو جميل ألو هناء عام 2001، وهلاكو عام 2002، وزمان الصمت عام 2003. ومسلسلات الوزير وسعارة حرم عام 2006، ورجل الانقلابات عام 2007، وقارب وثعالب وأيام السراب عام 2009، وزمن البرغوت عام 2012، والعراب تحت الحزام عام 2016. ويمتلك الفنان وائل زيدان شركة إنتاج في سوريا، وفي عام 2017 تلقى دعوة من أصدقائه في جورجيا للتعرف على البلاد ومواقع التصوير، وفي نفس العام حاز ترخيصا فرعيا لشركته السورية هناك. وتمتاز جورجيا بأنها غنية بمواقع التصوير المنخفضة الكلفة الإنتاجية بالمقارنة ببقية دول العالم، إضافة إلى دخول وزارة الإعلام كجهة حكومية داعمة لأي عمل يتم تصويره داخل البلاد بنسبة 30% من الميزانية. ووجه الفنان وائل زيدان دعوات إلى مجموعة من المخرجين والمنتجين السوريين لزيارة جورجيا والإقامة فيها 3 أيام مجانية للتعريب بها وبمواقع التصوير هناك، لكن أحدا لم يلبي دعوته فعاد لسوريا من جديد وقرر اعتزال الإنتاج والتفرغ للتمثيل. وأما عن رأيه في الدراما السورية فقد صرح لأحد المواقع الفنية: لست راضيا عن الدراما السورية لأنه يوجد بها استسهال كبير بالنصوص والإخراج والممثلين والتسويق الخاطئ، ويوجد محاربة من ناحية التسويق للخارج، والحكاية كلها تتعلق بالأموال والإنتاج، ويجب إنشاء قنوات داخلية تحمل العبء على المنتج بدفع 50% من التكاليف. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.